إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم حبتي أمينا. سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق وإلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيدنا الشيخ سري السقطي وسيدنا الشيخ معروف الكرخي وسيدنا الشيخ حبيب العجمي وسيدنا الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيدنا الشيخ يوسف الهمداني وسيدنا الشيخ أبي يازد البسطامي وسيدنا الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة الإمام الرباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا
ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا الحسنيين والحسينيين الهادين المهتدين، وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم، وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله من أولياء الله والعلماء بالله والمشايخ في الله وعباد الله الصالحين وأصولهم وفروعهم، شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ومن أحسى إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير، شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها برها وبحرها ومن قاف إلى قاف، من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة، شيء لله لنا ولهم الفاتحة. خصوصاً إلى أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا ومولانا أحمد رحمة الله سنن عنبل وسيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي وسيدتنا أمنا الكريمة قمرية بنت مناجي ومن حولهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم، وإلى حضرات من انتسب وتعلق واتصل بهم نسبا وصهرا وروحانيا واعتقادا واتباعا ومحبة، وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم، وإلى أصحاب هذه الحاجة، شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله. العظيم أستغفر الله
العظيم أستغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا سميع يا بصير 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 يا سميع يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.
يا هادي يا عالم يا خبير يا مبين يا هادي يا عالم يا خبير يا مبين يا لطيف يا لطيف يا رحمن يا رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام عليه وعلى أجمعين وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث المفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون كلهم أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني طائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيدنا الشيخ محمد بائد النقشبندي وسيدنا الشيخ الإمام الرباني ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا الحسنيين والحسينيين الهادين المهتدين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله من أولياء الله والعلماء بالله والمشايخ في الله وعباد الله الصالحين وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا وله الفاتحة ثم إلى أرواح أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا ومولانا أحمد رحمة الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي وسيدتنا أمنا الكريمة قمرية بنت مناجي ومريديهم ومتبعيهم ومحبتهم وقادهم
وأصولهم وفروعهم وإلى حضرات أصحاب الفداء وأصحاب الكفارة وأصحاب الدمائم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرات من انتسب وتعلق واتصل بهم نسبا وسهرا وروحانيا واعتقادا واتباعا وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرات أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وعلى نياتكم وإخلاصكم وصدقكم وكبير رجائكم عند الله عند مليك مقتدر وأصولهم ورفيعهم شيء لله لنا ولو هم الفاتحة.